احمد 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 ما سمعتش. شنو دير؟ بصطاد. بصطاد. بصطاد سمك. وين بقالك؟ في حاجة؟ أجي بغيتك. طب لما خلص صيد. بابا أجي تشوف أجي تشوف راجل بنتك أجي. يا كده بس. تعال اصطاد معايا زوز، تعال اصطاد معايا. انا صيد معاك. اصطاد معايا، خد سناره واصطاد. انا ما عنديش الصبر باش نجلس سباك وشوف ديك الحوته، مره تحل العين تحل فمها، مره ما تحلش، وانا نبقى غير كندبز معاها. انت اللي باقي شاب وتريني على الصبر، تريني على الصبر. ما انا لازم اصطاد يا زوز. اللي تجوز بنتك يا زوز لازم يصطاد كل يوم. وانت اللي تجوزك انت واللي عشرك انت، راه ماشي غير يصطاد باش يجيب الصبر. طب تعالي اصطاد انت وابوك. تعالي. لا لا صيد غير انت. خذ لكم. واحد هذا كيما عاشر بنتي، ثلاثة عاشر نخص بقى تصيد كل ليلة. كل ليلة. ماشي غير كل يوم. الله. تعالى بس هيفوتك نص عمرك. يلا سير. سير اصطاد. يلا شوف نشوف واش غادي تجيب. طب تعالى ساعدني. طيب تساعدني؟ لا يا احمد وين راك تلعب هذا؟ ما ضل تقضي شي غرض. لا خليه يلعب، ما لعبش صغري يلعب. لا لا الصيد بيعلم الصبر يا جدعان. كما قلت ام كلثوم، انما للصبر حدود. اه والله. وتكون على قد ودود. صبر غير هادي. وقول صبر. ام كلثوم لو عايشه يا زوز قسما بالله كانت رفعت علينا دعوه. احمد. ايه يا عم. وخلي عليك داك الشيء دابا، وادي الكاس ديال هذا هذاك. اش خاطرك انت يا زوز؟ وخلي الصبر من بعد. خلي الصبر من بعد. اش خاطرك انت يا زوز؟ والله انا ايدي دراني والله. دراك انا نخويك انايا. مش انتوا بتصبوا كده؟ هو تا هو بغا يدير. انت باغي دير الرزيزه؟ لا ديال بغي يدير الرزه ديال شيخ الغبار ديالهم ديال الصعيد. ماشي يا زوز ماشي. ايوا صافي. وراه الا ما شربتيه بالرزه بحال ما شربتيه هو اللي كيبرد الاعصاب. هو اللي كيبرد الاعصاب. وانا ما شخصني خصني الرزه ديال شيخ الغبار ديالكم. وشيخ الغفار ديالنا. اللهم طولها يا روح. دي مصري دي. اللهم طولك يا روح. الله يبارك. اللهم طولك. ايوه تبارك الله عليك. ولا مصري. ولا مصري. وليت بالمصريه اهو دلوقتي. احنا كنبغيو ندخلوا بك الدارية دابا صعيب غنسقلبو. خذ لك خذ لك باش تدوز كاس. غادي نوليو نبدلو. تمام. تمام. دوز كاس. زوينه. زوينه. كل قرصه. دوز كاسك. كل قرص باش تغضب من الحناك. انت خلاص؟ اه بابا تعال شوف احمد. ما بتصدق تلاقي بص حاجة. شوف هذا الحماق اللي انت فيه. انت عارفة عندنا مثل مصري بيقول ايه؟ بنقول ايه؟ بتحب اي جنازة وتشبع فيها لطم. ما اعرفش انتوا عندكم مثل ده. احنا عندنا جنازة ويشبع فيها لطم. ايوه عايز جنازة ويشبع فيها لطم. ما جاتش معاه الحالة اللي دي. لا مين ده؟ بابا تعال العب وده تلوي. احمد بيصطاد. شوف احمد بيعمل ايه. وي شفتي حاجه دابا دابا هي شاده فيك وانت شاد فيها. دابا تكون في من غتشدو. انت معقلك دابا واش كاس تلعب هذيك اللعبه؟ خليها لسامي. من انت معقلك ليه ما تاكليها انت؟ لا راه قلت لك ما لقاش بحال مراكش جا كيصيد هنا. راه ما فيه انا ما غادي يطلع. والله ما سخطش بمراكش بقى. ما تفكرنيش بقى بالزلط. قلنا ما سخيناش. تعاود تقول لا زعما وما سخيناش الناس ديال مراكش. ذاك الهواء، الهواء نقي والطبيعه وريحه الزهور كلها في الشارع. انا صحابني راه سيق بالماء ديال الزهر، لان كل هذاك الزهر ديال النرد كله كت ما سخيناش. والله ما كرهنا نديروا مارشالير ونرجعوا لتماك. نرجع لها شيء مرة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. لا الطلعة الجاية ننزل مصر بقى يا زوز. إن شاء الله.
كاملين؟ لا انا والزوز معلش. وانت كمان وانت معايا والله تديه معاك وانت معايا ان شاء الله تمشي انت وبابا. يا اما انت هترميه من الطياره ولا هو لا حشوم على ايه ده؟ مفيش الكلام ده زوز. لا لا مش الكلام ده. لا ما تخافش زعما زعما بعزوز تمشي غير انت وياه. لا وانت تجي معايا والله وتمشي انت وياه وتجيو مسالمين غانمين نقول لكم شابو. راه هذاك هو الصبر. الا مشيتي انت وياه ورجعتوا بخير وعلى خير راه شنو نقول لك؟ صافي هذاك هو الانجاز العظيم اللي درتو بجوجكم. ليه يعني الناس يعني بابا غاتمشي معاه انت وياه الراس في الراس؟ لا لا مشينا تما قلت لي انا والله الا الهرم من اصغر غادي يردوا اسوان والهرم من اكبر يمكن نجيبوا لهنا. اسمها ايه؟ اسوان. اسوان ايه يا حاج؟ اسوان اسمها اسوان. اسوان مش اسوان. يا زوز يا زوز انا رايح اسواق. اسواق يا شتي أسوان واتمنى لو أسوان. قلت لك بالصراحة رها أسوان. هي أسوان أسوان تكسبها بالصاد. كنت تكسب بالسين أسوان. أسوان لا تكسبها بالسين ولا بالصاد؟ أسوان دي بالث. أسوان دي سه 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 لا بالسين. هي بالسين. أنت كده بتنطقيها أسوان دي كده بالث مش بالسين. هي قالت أسوان أسوان. ايوه في تشكيل. فين التشكيل يا اهل التشكيل؟ تشكيل عليها تشكيل دي فيها سكون. فيها سكون يا شو صح؟ اهو يا سكون. اسكت ايوه بس ما تتنطقش اسوان يعني اسوان والصاد. يعني انا حد يسالني يقول لي رايح فين اقول له اسوان. اسوان قول لي عمر تكسبوهاش بالسين وغادي ديك الساعه كنسبها. يعني انا اللي حاجه جود في اللغه العربيه واخليهم يغيروا محافظه اسوان لاسوان؟ دي بلد الصعيد دي. انت عارفه لو انا رحت لهم كمصري اسوان وقلت لهم اخيرا انا وصلت اسوان ممكن يضربوني بالنار. على سعيد كتعيط له سعيد. سعيد سعيد ماشي سعيد. السعيد بقى لا السعيد بالصاد. بالصاد بالصاد تمام. واسوان دابا هما لا مش بقاوح في اللهجه. بنت سمرة كتقول لها سمرة 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 العلق العلق كده. سمرة يا سفر. جمع سفر ايه؟ أصفار. اللهم بارك. أصفار كاينة كمان سفريات كاينة في اللغة العربية كاينة في المعجم عندها جوج ديال الجموع. كاين سفريات وكاين أصفار. احنا ممكن نكتب على جوجل أسوان. اه أسوان سين زي ما هي بتتكتب. ونشوف جوجل هيقولها ازاي. هو اكتبها هينطقها. تبقى مصيبه لو نطقها اسوان. يا لا نطقها اسوان راه العيب منك. راه يكون العيب منك حلقه الجهه. يبقى كده العيب من مصر كلها مش مني انا بقى. يعني يبقى كده عيب من شعب كامل. انت متخيله؟ هما كيخافوا من اسوان وكيعيطوا لهم. والله انا كمصري لو دخلت اقول لهم اخيرا وصلت الاسوان هتضرب بالنار. ليه تضرب بالنار؟ علاش؟ لا دي بلد الصعيد دي. الله اكبر. عرفتي؟ تعالي بقى تعالي ديري وخلي تسمع. انا عايز اسمع قربي. اسوان لا لا لا. الشيخ جوجل ده يعني انت عايزه تغلطي شعب كامل؟ لا ماشي نغلط شعب كامل. شوف انا ما نسمعش النطق ديالها. تقدر نتوما تكونوا كتنطقوها بحال هكا ولكن انا اللي كنعرف الكتابه. ايوه الكتابه ديالها ماشي انا معاك يا اسوان. لا ولكن الكتابه ما غنقولوش اسوان. الا لو كتابه اسوان تمام ماشي. بس انا اسوان بقى احنا بنقولها كده. هي اسوان. طب ليها كلمه ثانيه او اي حاجه ثانيه؟ لا لا اسوان. اسمع شوفي شي واحده. طب شوفيها كده بتتكتب ازاي بالانجلش؟ لا كاينه بالفرنسي اسوان. طب وبالانجلش؟ اسوان ممكن كاين كيعيطوها بالفرنسي تسيان ولكن بالانجلش ما عرفتش. هاتي كده بالانجلش. ما هي بالانجلش اسوان. لا 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 بس شوفي النطق. لا تمشي وهي كيعيطوا لها لاكيشان. خليك انت كده ماشي خليك. انا كنت مكرات انت مكرات ومبنوك جيدة كنت اسوان. ايش يا زوز؟ اسوان ها
انت لما جيتي عملتي على جوجل واتعمل الناطق ده كان بتنطقها بالعربي ولا بالفرنش؟ لا لا يكون تقدر تكون الانجليش. الانجليش كانت قوى اصلا لما اللي قبليها بقى كانت كسبتها بالعربي. كد... لا اتنطقت بالفرنش. لا بالعربي اتنطقت بالفرنش. احنا ما نديوش على هذاك. احنا دابا بحال طنجة كان عيطوا طنجة وبفرنسية طنجي. شوف الفرق بيناتها كبير. طنجة انا بشوفها تتكتب طنجة 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 حيت انا ننطقو جي تي اي ان جي اي ار دي اي طنجير. نو طنجير هو كنت تخسر فيه حسب اللغات. هي اللغات كلها داخلة ببعضيها. لا هما دابا هما بصراحة في الكتابة ديالها كنعقصهم يكتبوها بالصاد باش تبقى النطق ديالها. كانت أصوات اللي اخترع اللغة العربية هبقى خليه يصلح. اللي مش اللي اخترع اللغة العربية هذه كلمة هذه المدينة ديالكم ديال مصر. هذه ثقافة داخلة في مصر ماشي في اللغة العربية. لا دي في اللغة العربية عشان أسوان دي مدينة فرعونية أصلا. لا بغيت نقول لك زعما ثقافتكم هذه هذه. ولكن انتوما اللي كتنطقوها هكاك. انتوما اللي مسؤولين. علاش نطقتوها؟ الشعب كامل كينطقها أسوان. يعني أيوا يبقى مين السبب بقى؟ يمكن إنجليش يمكن إنجليزية. هي في الانجليش. احمد في ثقافة سبب جوجل ماشي فيكم. لا ماشي في جوجل في ثقافة. لا في الثقافة المصرية. أنا آسف يا مصر. انا اسف. لا هو مين حط له الانجليز حط له مصر اول قال لها تشرشل هو اللي قال لهم راه تشرشل. اسوان بالانجليزية قاعد عندهم تما ماشي اسوان. اسوان اسوان والله اسوان. دخلكوا عقوع والله لا دخلكوا عقوع. حد يجي معايا في انا رايح اسوان.